شهدت أسوان افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السابعة بمشاركة عدد من نجوم السينما المصريين والأجانب. وتشارك مصر بعدد كبير من الأفلام المتنوعة في المهرجان الذي تتضمن مشاركة 61 فيلما ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة والأفلام ذات الأثر في المجتمع، إضافة لأفلام الورش. هذا وتستمر فعاليات المهرجان حتى 10 مارس الحالي. أنا السنة دي الحمد لله كان لنا يعني فرصة كبيرة إن احنا نعمل برنامج ورش ناجح وكبير، استمرت على مدار 3 شهور في أسوان، كل اللي فيه من شباب وفتيات أسوان، وده الهدف الأساسي اللي احنا بنشتغل عليه طول الفترة ديت، هو إن احنا نعمل تمكين لشباب جوه صناعة السينما. احنا نغطي فعاليات الفن التشكيلي بالإضافة إلى فن السينما اللي هو حقيقة سينما المرأة، وهو يعني إشارة جيدة أو لمسة جيدة من المهرجان أن تعزز دور المرأة في المجتمع. الهدف من هذا المهرجان ان احنا بنعرض طبعا كالمجلس القومي للمرأة شريك اساسي في هذا المهرجان خاص بسينما المرأة ومنتدى نوت اللي بيعرض كل سنة وبيتم فيه مناقشة كل الافلام اللي بتهتم بالمرأة في جميع بلاد العالم. إنه طبعا كعادتنا كل عام المجلس القومي للمرأة بيحاول على هامش المؤتمر أو المهرجان يبقى فيه معرض للسيدات المنتجات الغير عاملات في الحكومة.